يسعد صباحكم مشاهدينا، واهلا فيكم في اراضي قريه اللجون المهجره داخل الخط الاخضر. هالقريه الفلسطينيه الشامخه رغم هدمها على يد قوات العصابات الصهيونيه في العام 48، الا ان اهلها حافظوا على زيارتها وعلى هذا الارث الفلسطيني العظيم. ابن هالقريه المهجره البروفيسور عمر محاميد اسس متحف اللجون لتمرير رسالة البقاء للأجيال القادمة. نتعرض إلى عملية تزييف وطمس لتاريخنا، حتى سنوا قانون النكبة. ممنوع التاريخ، ممنوع تتذكر. لم يحدث في التاريخ الإنساني أن إقامة قوة احتلال بفرض على شعب كامل أن ينسى ذكرته. فهنا أهمية حفظ الذاكرة والاعتزاز بهذه الذاكرة وترسيخها. نحن الآن نعيش في هجوم ثقافي تاريخي وعملية طمس وتزييف من قبل الحركة الصهيونية لكل تاريخ فلسطين، في تضييق، في محاولة طمس لتاريخ شعب كامل، وهي جريمة. هنا في قاعة للملابس الشعبية الفلسطينية، النساء الفلسطينيات والرجال، وهنا في نماذج للزجاج الفلسطيني، النحاس الفلسطيني، للفقار الفلسطيني. في هنا مقتنيات حصلت عليها من شخصيات من أم الفحم تعود إلى 200 سنة، مقتنيات اللي يعني كانت تستعمل أدوات للحياة اليومية، وطبعا للتعريف الزائر أو التلميذ أو الطالب الذي يزور المتحف، هنا في وثائق هامة جدا جدا عن تاريخ القرية. يعني نقلنا نحن النور والحضارة إلى العالم كله. يعني حارات اللجون كانت أربعة: المحاميد، المحاجنة، جبريين والإغبرية. وفي كل حارة كان هناك مجموعة من السكان الذين يعيشون ويزرعون ويحصدون ويتزوجون ويموتون في هذه القرية. فهذا أمر مهم جدا للأجيال القادمة ولأولادنا. بقي أن نذكر أن هناك مقبرة، مقبرة تم الحفاظ عليها بالكفاح والنضال، حاولوا إزالتها ولكن بفضل الشرفاء من أهالي أم الفحم تم الحفاظ عليها، وهي اليوم مسيجة وفيها قبور تشهد على أن هذه القرية كانت قرية لشعب يعمل يكافح ويناضل ويتعلم. وهناك طاحون حتى الآن. كانت هناك بناية الصحية أو العيادة، كانت بناية المدرسة في الحارة الغبرية، ولكن تم إزالتها. المسيح عليه السلام كان يمر أثناء تنقله من القدس إلى الناصرة عبر مرج بن عامر عبر اللجون، فهي كانت نقطة تواصل بين الشمال والجنوب والشرق والغرب.
اللجون. لهذا السبب من هنا أهمية هذه القلعة الهامة جدا عبر التاريخ. كانت اللجون يعني أراضيها من اللجون حتى العفولة حتى جنين، هذه أرض اللجون. فاليوم احنا الشباب لو لم نحفظ لهم هذه الذاكرة ولم نحفظ لهم هذا التاريخ لاندثر وأصبحنا في ضياع. وأنا بعتقد أنه نجاحنا في أنه نوضح للشاب الفلسطيني والمثقف الفلسطيني حتى الأكاديمي من خلال هاي الزاوية أنه كان عندنا فخار فلسطيني هناك في الزجاج، في عندنا الزجاج الفلسطيني، عندنا النحاس الفلسطيني. فإحنا مرينا بكل العصور الحجرية الفخارية النحاسية الزجاجية. ف يعني نحن تراثنا غني جدا جدا. في أثناء بحثي في جامعة بيرزيت عن تاريخ اللجون كنت دائما السؤال أي شخص ألتقي معه أسأله عن وثائق عن أشياء محفوظة. فوجدت عند صهري يعني عمي أبو مرتي وثائق لوالده، والده كان مختار اللجون أسعد محمد، ومن قبله كان عبد القادر عيسى. فوجدت سجلات الوفيات والولادة يعني كان، وكان خطه حلو المختار. ومن حسن حظي أني حضرت على هذه الوثائق التي يدور حديث عن تاريخ 1925 إلى عام 1948، وكان من وظيفة المختار تسجيل كل من يلد في اللجون وكل من يتوفى. وفي سجل الوفيات مثلا كان المختار يكتب سبب الوفاة، مرض عادي أو كحة أو يعني يفصل من أخبره، من أخبره عن وفاة الشخص. وفي الولادة شاهدت ولاحظت أنه كان يكتب حتى اسم الولادة الداية. فهذه وثيقة هامة جدا جدا أعتقد تبين كان في سكان هنا، كان في شعب عايش. وليس كما تدعي الحركة الصهيونية أن هذه الأرض كانت خالية من السكان وجاءوا إليها وعمروها. نعرف عن حياة الناس البسيطة، حياة الناس العادية. وعندما نقرأ سجل الدكان نقرأ بالضبط صور البضائع اللي كانت تستعمل في ذلك الوقت. يعني الحياة تنطق في كل إشي هاي الكتب. بدأت عام 1984 في جمع المعلومات، واعتمدت في جمع المعلومات على كثير من المسنين من ولدوا وعاشوا وعمروا وبنوا وزرعوا في قرية اللجون. طبعا رحمهم الله، ونحن يعني الآن 2023 أتذكر يومها كان من الصعب جدا أن أقنع الناس حتى في الحديث عن اللجون، لأنه كان إرهاب. معروف أنه هناك كان يعني قرية اللي تم تدميرها، وبعدها كان فيه الحكم العسكري اللي خيم على العرب في الداخل لعام 1966، وكان إرهاب فكري وثقافي وسياسي وعسكري، بحيث أن أصبحت كلمة اللجون يعني مثل قنبلة أو لغم. ولكن أنا تخطيت وأقنعت كل من كنت ألتقي معه أن يتحدث عن اللجون وعن ذكرياته. فالتقيت مع عشرات ممن وافقوا من كبار السن طبعا وممن عاشوا في هذه القرية. يعني كل قرى فلسطين في هذه المنطقة الشمال كانت تأتي إلى اللجون طحين القمح وكل يعني منتوجات
مرج بن عامر اللي هو سلة غذاء فلسطين، كانت تذهب إلى حيفا وإلى نابلس وإلى جنين. رسالتنا أن يحفظ شباب أم الفحم، شباب اللجون، شباب فلسطين، كل اسم، كل موقع، كل صخرة من صخور اللجون، من صخور صفورية، المجادر، معلول، هذه القرى تم تدميرها، هذه القرى كانت حياة.